حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر أيلول الماضي. ذكرت سومو أن الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 6 شركات لكل واحدة منهما، من أصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر أيلول. أغلق خام البصرة على خسارة في الأسبوع الماضي بأكثر من 1%، فيما أغلق خام برنت والأمريكي على مكاسب مع تذبذب أسعار النفط عالميا. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 6 سنتات ليصل إلى 86.15 دولارا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت $1.53. وأغلق خام برنت في آخر جلسة له على انخفاض بمقدار $1.19 ليصل إلى $95.77، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت $2.27. وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك بلاس تخفيض إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا. أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد لنحو 4 أعوام بقيمة $3 مليارات. وقال الصندوق إن التسهيل يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. اتفق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035. قالت وكالة أسوشيتد بريس إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى أول اتفاق لتحقيق أهداف الاتحاد المتعلقة بالمناخ لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 55% خلال هذا العقد. وتعتبر سيارات الركاب من الملوثات الرئيسة، حيث تمثل 61% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النقل البري في الاتحاد الأوروبي. سجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية أرباحاً ضخمة في الربع الثالث من العام الحالي، مستفيدة من أسعار الطاقة وارتفاع هذه الأسعار. وحققت هذه الشركات أرباحاً بمليارات الدولارات، حيث اقتربت أسعار الخام والغاز الطبيعي والوقود من مستويات قياسية خلال الربع الثالث. وما تزال الإمدادات العالمية شحيحة بسبب تخفيضات الإنتاج الناجمة عن جائحة كورونا اضطرابات السوق الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.